Inch'Allah, aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le jour de démarrage, Inch'Allah, de notre chantier, Inch'Allah, de la mosquée de Kungersheim, Inch'Allah. Bidnillah. Misdaq al-liqaw li Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Marawah l'imam muslim, an Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhumah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني le sens de ce hadith, celui qui construit une demeure pour Allah dans ce bas monde, Allah lui construira une demeure ou une maison inshallah dans le delà inshallah في الجنة. الله سبحانه وتعالى الإخوان تاع كينغرسايم الله يعطيهم الصحة باش الله يوفقهم. دابا سي لو ديماراج. C'est le démarrage, vous voyez que c'est l'occasion de la vie. A dit Kiman Goulou, il y a pour ça tout l'Omar. Mais peut-être que j'ai donné une autre occasion pour construire une deuxième mosquée à Kingersheim. Enfin, c'est pour ça, Inch'Allah, on démarre et on continue, Inch'Allah, jusqu'à la fin, Inch'Allah, du changement, Inch'Allah. Inch'Allah, on wakfou bel mal ou bel saha ou bel kulli chez Inch'Allah. Inch'Allah, même hatta bel du'a. بالدعاء في الصلوات إن شاء الله ندعو مع إخواننا faire beaucoup d'invocations إن شاء الله pour faciliter إن شاء الله cette tâche ce chantier إن شاء الله باش إن شاء الله يمشي في سلام إن شاء الله ويكمل بأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إخواننا. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم طرد الشيطان بينهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم سهل عليهم كل عسير. اللهم سهل عليهم كل عسير يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالهم خالصة لك ولوجهك الكريم. اللهم اجعل عملهم هذا في الميزان المقبول. اللهم تقبل منهم صدقاتهم. تقبل منهم نفقاتهم. اللهم بارك لهم في أزواجهم. بارك لهم في أبنائهم. بارك لهم في بناتهم. بارك لهم في صحتهم. بارك لهم في أرزاقهم. بارك لهم في مدهم. وبارك لنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا والسعادة أجالنا. من لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. حتى الإخوان ديال الأسوسياسيون ديال الجمعية الساهرين على هذا المشروع اللهم قويهم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجعلهم البركة في الزمان والمكان. اجعلهم البركة في المال والولد يا رب العالمين. اللهم احفظهم في إيمانهم. احفظهم في كل خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.